مساء الخير. محرك جوجل أشهر من نار على علم كمحرك بحث في شبكة الإنترنت. بنهاية شهر سبتمبر الماضي يكون قد أكمل ربع قرن على تأسيسه. الملايين من الناس، إن لم نقل مليارات في العالم بمختلف فئاتهم العمرية الاجتماعية والمعرفية وأيضا في مختلف القطاعات، يلجؤون إلى خدماته في البحث للتعرف على معلومات يجهلونها أو يتأكدون من صحتها. نهاية شهر سبتمبر الماضي جوجل أكمل عامه 25. لم يكن احتفال محرك البحث جوجل بمرور 25 عاماً على تأسيسه ليمر مرور الكرام، كونه عملاق البحث على شبكة الإنترنت، وهو حسب المتخصصين يليق به لقب العملاق، كونه مرجع البحث المفضل، إن لم نقل مصدر الغالبية من الناس عن المعلومة ومدى صحتها. فرغم وجود محركات بحث أخرى، فإن جوجل يظل الأشهر والأكبر المهيمن على نصيب الأسد من عمليات البحث، والتي تقدر بنحو 83% من عمليات البحث، مقابل حصول محرك البحث المعروف بينغ على ما نسبته 9.1% من عمليات البحث. شهرة جوجل بين محركات البحث لا تخطئها العين، فقد أحدث تغييراً في العالم بما يقدمه من خدمات للناس، حيث باتت الغالبية منهم بإمكانهم وهم في مكاتبهم أو بيوتهم زيارة أكبر المكتبات في العالم افتراضياً، والتواصل مع المؤسسات الدولية وتصفح الكتب وغيرها من الخدمات التي لعبت دوراً كبيراً في تحول العالم إلى قرية صغيرة، لدرجة أن كلمة بحث وجوجل باتت عملة ذات وجهين، حيث يرادف مصطلح جوجل كلمة البحث. ومن المرتقب أن يلعب محرك جوجل دوراً هاماً في تطوير التقنيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، تقنيات من شأنها تغيير وجه العالم في السنوات المقبلة. وبينضم إلينا من بيروت الخبير في تكنولوجيا المعلومات عمر قصقص. أستاذ عمر، مساء الخير وأهلا بحضرتك معنا. يعني عندما نقول نبحث نقول we are googling، يعني أصبحت كلمة جوجل هي فعل يستخدم كبديل لكلمة البحث. هل برأيك جوجل فعلت ما يكفي لكي تستفيد من تربعها على عرش البحث على مدار 25 عام الماضية؟ نعم، مساء الخير إليكم. مساء الخير للمشاهدين. بطبيعة الحال مروج، جوجل قدرت تعمل بصمة تاريخية لمدة 25 عام، قدرت تسرع انتشار الانترنت بالعالم، قدرت تسهل على العالم الوصول لأي معلومة، وقدرت تعمل عدل بسبدك بالعالم يعني كله. ليه؟ لأن أنا إذا عم فتش على أي معلومة بنفس الوقت مروج بأندونيسيا عم فتش على أي معلومة بنفس الوقت في إكس عم بأمريكا، عم بيطلع له، إذا سألنا عن نفس المعلومة عم بيطلع له same result، نفس النتائج. فهذا العدل الموجود بالوصول إلى المعلومة، هيدا اللي عملت بصمة تاريخية لا أعتقد بعد بالسنوات اللي حنشوفها لقدام القليلة أنه يقدر حدا يعمل اللي عملته شركة جوجل. لماذا لم تستطيع محركات بحث أخرى مثل محرك بينغ على سبيل المثال، وهو قدمته شركة ليست قليلة مايكروسوفت يعني بحجمها العملاق، لم يستطيع أن ينافس جوجل، لم يستطيع أن يزيحه على العرش، ما السر هنا؟ نعم، شوفي بالوقت اللي كانت عم تعمل جوجل هيدي الطلعة بسنة الـ إذا بدك 2008 لل 2016، كان جوجل عم تعمل طلعة قوية والعالم كله عم تستخدمها. كانت مايكروسوفت مهتمة أكتر بالويندوز، عم تشغل ويندوز، عم بتطور الويندوز، وعندها كان المايكروسوفت البينج. لذلك ما عملت فوكس على البروجي تاع البينج مثل ما عملت جوجل اللي هو كان مين بروجكت لها. أوكي، قاعدة البيانات وسهولة الاستخدام اللي قدرت توصل لها جوجل والنتائج اللي تطلع للعالم هي اللي خلتها تربع على العرش، وخلت شركة مايكروسوفت ترجع وتوقف لفترة، ترجع تطلعوا بحل جديدة وترجع تنزل هلأ الذكاء الاصطناعي بينج تشات
كل هذه التفاصيل هي اللي أثرت ما قدرت مايكروسوفت تنافس جوجل. لكن هل جوجل مارست أو قامت بممارسات احتكارية للبحث أم أنه هي فقط استطاعت أن تحتكر رغبة الجمهور في استخدامها؟ شوف جوجل ما عملت احتكار، بس الامبروفمنت اللي كان عم بيصير يوم بعد يوم وسنة بعد سنة على هيدا المحرك البحث إذا بدك، ما قدرت أي شركة تحط نفس الانفستمنت اللي حطته جوجل من ناحية المهندسين، من ناحية الكودينج، من ناحية اليوزر اكسبيرينس، من ناحية النتائج، من ناحية هلأ مؤخرا الذكاء الاصطناعي اللي فوتوا على محرك البحث. كل هيدا التفاصيل ما قدرت ولا شركة هي توصلها لجوجل. عطول جوجل بتطلع، عطول عم تحكي أنت ب 3.5 مليار مستخدم بيستخدم جوجل، عم تحكي أنت بأكثر من 100 لغة. ما قدرت أي شركة بالعالم تقدر تنافس شركة جوجل، عشان هيك هي بعدها بتطلع لحد الآن. إنه كانت شركة رائدة وبالتالي استطاعت أن تحافظ على هذه المكانة، لكن كان هناك مشكلات تلاحق جوجل. لا نستطيع أن ننسى اتهامات كثيرة بأنه جوجل لم تفعل ما يكفي من أجل محاربة المعلومات المضللة أو من أجل محاربة المعلومات المغلوطة، الشائعات، وذلك في كثير من المناسبات خصوصا اللي كانت بتحدث فيها أزمات، يعني أزمة كورونا على سبيل المثال أو في أوقات الحروب. هناك اتهامات دائما، هل ترى أنه بالفعل جوجل آثرت المكاسب الربحية على أن تقوم بالبعد أو بالمسؤولية الأخلاقية؟ نعم، شوفي مروج، أنا برأيي بعالم الإنترنت، وهذا رأيي الشخصي، ما مهم شو منغلط، مهم كيف منصلح الغلط. جوجل صح، وفيسبوك نفس الشيء، وإنستغرام وتويتر كله عمل نفس الأغلاط، ما كانوا على قدر مكافحة الأخبار المضللة والكاذبة على قدر الكميات اللي كانت تنزل، خاصة بمواسم الانتخابات بكورونا وغير وغير وغير. ولكن إذا منقارن الأغلاط والأخبار الكاذبة والأخبار المضللة اللي عم نشوفها بال2023 واللي شفناها بال2020، حنلاقي فرق كتير كبير. حسنت الريزلت، وجابوا مهندسين أكتر، كبروا الديبارتمنت، وسعوا الديبارتمنت، صار عندهم جد. نتيجة شو؟ نتيجة ضغط المجتمع اللي عم يصير عليهم، نتيجة ملايين الدولارات اللي دفعوها لأوروبا ولأمريكا، عالم رفعت عليهم دعاوى. ساعتها قالوا إن الله حق، فخلص جابوا ورجعوا كبروا وبس. بس في كلمة قالها مارك زوكربيرج أنا ما بنساها، قال كمية المعلومات الموجودة على فيسبوك ولا جوجل ولا انستغرام ما بتقدر اي سيرفر ولا بيقدر اي سيرفر بالعالم يكافح 100% الاخبار الكاذبه والمضلله، ولكن فينا نحد منه بقدر ما بناخده على محمل الجد. وهون صارت النتائج الايجابيه اللي عم تنعكس هلا عم نشوفها. طيب دعونا نتوقف مع نتيجة استطلاع الرأي اللي طرحناه على متابعينا على منصة اكس لسكاي نيوز عربية. سألنا المتابعين هل تستطيع الاستغناء عن محرك جوجل في بحثك عن المعلومات على شبكة الانترنت؟ 22% أجابوا بنعم يستطيع الاستغناء عن جوجل، بينما 78% لا يستطيع الاستغناء عنه في البحث. أستاذ عمر، ما رأيك في نسب الاستطلاع اللي أظهرت أنه في عدد يبدو أنه ليس قليل، 22% تمكنوا أو يتمكنوا من الاستغناء عن جوجل في البحث؟ نعم ست مرج، أنا بطبيعة الحال أنا شايف هيدا الرقم. إذا ما قدرت جوجل تحسن عمل الذكاء الاصطناعي اللي عم بتشغله على جوجل بارد بالوقت الحالي وتدخله على محرك البحث بشكل رئيسي، الرقم 22% بده يعلى لل 50%. لأن أنت عندك هلأ بواجه جوجل في وحشين، وحش اسمه تشات جي بي تي، وحش آخر اسمه بينج اللي هو يتابع لشركة مايكروسوفت. هول الوحشين إذا ما قدرت شركة جوجل وحش التالت اللي هو فيسبوك اللي أطلقه من 3 أيام مارك زوكربيرج، أطلق ذكاء اصطناعي في مميزات ما بيستوعبها أي إنسان. فهالثلاث وحوش إذا بدك بوش شركة جوجل، إذا ما قدرت شركة جوجل تكون على قدر الجدية والمثابرة والتطوير، حيرتفع هالرقم لأكثر من 50%. يعني أنا حطلع معك سنة الجاي حتشوف الرقم أكثر من 50%، لأن الأشخاص
ده في حال لم توظف جوجل الذكاء الاصطناعي بشكل أكبر في تطبيقها للذكاء الاصطناعي، لأنه بالفعل عندما يعتاد الشخص على تطبيقات الدردشة الخاصة بالذكاء الاصطناعي مثل تشات جي بي تي أوبن إي آي ثم يعود إلى استخدام جوجل سيشعر أنه ثمت شيء يعني ميسنج أو مفقود. بالضبط بالضبط بالضبط، لأن أنت لما تحكي مع تشات جي بي تي أو بينج أو جوجل بارد أنت عم تتواصل كأنك عم تحكي، بيعطيك المعلومة ملخصة. صحيح. بيعطيك المعلومة بالصياغة اللي أنت بحاجة إلها، بينما إذا بتروح بتفتش على جوجل بيعطيك لينك لويب سايت، هالويب سايت ما بتعرفي إذا مزبوط، هالويب سايت ما بتعرفي إذا بقلبه معلومات مزبوطة. لذلك وعود جوجل أنه هي حتدخل الذكاء الاصطناعي بشكل كبير على محرك البحث، وحيصير يعطيك معلومات كنص ما يعطيك لينكات. إذا قدرت جوجل تدخل هيدا الذكاء الاصطناعي بشكل بروفيشنال، بشكل مخيف، بشكل يعجب المستخدم ويقارب مع سلوك المستخدم بالبحث، مروج نحن تغير سلوكنا بالبحث. أنت كنت تفوت دغري جوجل، هلا بتروح تشات جي بي تي، تغير سلوك المستخدم، فهيدا السلوك بدها تتعاطى مع جوجل. لأنه أنا أتوقع عندما أبحث على التطبيقات الدردشة الذكية للذكاء الاصطناعي أن تأتيني الإجابة شاملة، أن تأتيني أيضا محدثة updated، لكن جوجل في بعض الأحيان لا يعطيني هذه الخيارات. بالضبط، وخاصة اللي كتير بيخوف الناس هو الأشياء الطبية على جوجل. بيعطيك مواقع ممكن يكون انت عم يوجعك راسك، تصيري بتفكري انه انت معك لا سمح الله مرض كبير. هالقصص الطبيه اللي يعني اللي بيعطيها لينكات جوجل هيدي مخيف كتير. لذلك كل حدا عم بيسال عن الطب بيروح على تشات جي بي تي، لانه بيعطيك قصص علميه وبقول لك اسال الطبيب، ولكن جوجل بيعطيك لينكات من مواقع يمكن الكتاب كاتبينها بشكل كاذب، ممكن يكون ضخمه. هيدا هون بيت القصيد، هو انه يتعامل جوجل مع سلوكيات الحديثه للمستخدم ليقدر يضاين بالمنافسه ويضل رقم واحد، ولا خيار امامه سوى ان بالفعل يحدث من ادواته للبقاء على القمه. البقاء على القمه دائما اصعب. شكرا جزيلا لك استاذ عمر قصقص، ضيفنا من بيروت، الخبير شكرا. في تكنولوجيا المعلومات، شكرا جزيلا لوجودك معنا. منذ تأسيس محرك جوجل ما بين عامي 1995 و 1996 بفضل لاري بيج وسيرجي بران عند لقائهما في جامعة ستانفورد، مر محرك البحث بمراحل عديدة إلى حد الآن. رغم أنها تأخرت نوعا ما مقارنة بشركات منافسة أخرى لها، فإن شركة ميتا الشركة الأم لكل من فيسبوك، إنستغرام، واتساب، ماسنجر وأخيرا ثريدز، سرعان ما كشفت النقاب عن منتجات جديدة للذكاء الاصطناعي من روبوتات دردشة، تقنيات تحرير الصور، بالإضافة إلى نظارات الذكاء الاصطناعي ضمن استراتيجيتها في دمج الذكاء الاصطناعي في عدد من خدماتها وتطبيقاتها.
خلال مؤتمر كونكت 23 والذي أقيم في كاليفورنيا خلال الفترة المتراوحة بين 27 و28 من شهر سبتمبر الماضي، كشفت شركة ميتا عن خطتها لإطلاق روبوتات دردشة ذكية على واتساب وماسنجر من أجل السماح لمستخدميها بالتفاعل مع شخصيات افتراضية تساعد على تقديم المعلومات وتيسير صعوبة بعض المهام، وذلك بهدف تحسين ميزات الواقع الافتراضي. ميزات التقنيات الجديدة التي كشفت عنها شركة ميتا وقدم بعضا منها للجمهور الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ، ستساعد الناس على التواصل فيما بينهم بشكل انسيابي، حتى لو كانوا يتحدثون ألسنة مختلفة أو ينتمون إلى أماكن متباعدة. المتخصصون في مستجدات التكنولوجيا يجدون بأن منتجات الذكاء الاصطناعي التوليدي الموجهة للمستخدمين يتصدر قائمتها روبوت الدردشة، والذي سيكون متاحاً بالمجان للجميع عبر تطبيقات ميتا. وبالموازاة مع هذه الإضافات، ستقدم أداة تحرير الصور المدعومة بالذكاء الاصطناعي على إنستغرام ميزتين جديدتين تتمثلان في إعادة التصميم وتغيير الخلفية. إضافات من الواضح أن شركة ميتا تعمدت فيها استخدام الذكاء الاصطناعي لإغناء خدماتها بتفاعلية أكثر بين المستخدمين، حتى تشكل الرقم الصعب في مجال استخدام الذكاء الاصطناعي بتكلفة في المتناول مقارنة بالشركات المنافسة. ينضم إلينا من دبي الخبير في تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي فادي ميخائيل. أستاذ فادي مساء الخير وأهلا بك معنا. يعني هذه الخطوة من شركة ميتا يمكن القول بأنها تأخرت بعض الشيء في الدخول على خط المنافسة في استخدام وتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعي لتطبيقاتها وخدماتها، ولماذا برأيك؟ مساء الخير لكم وللسادة المشاهدين. هل هي تعتبر خطوة من النوع ما متأخرة شوي مقارنة بباقي الشركات التكنولوجية الكبيرة؟ والسبب هو أنه في السنتين الماضيتين شركة ميتا قامت بالاستثمار في الميتافيرس اللي احنا سمعنا عنه، اللي هو العالم الافتراضي اللي ابتكرته شركة ميتا، واللي يعني صرفت عليه طبعا مبالغ طائلة، لكن ما لقى استحسان الجمهور وما لقى الشعبية اللي المفروض كان ياخدها كتكنولوجيا يعني. وبالتالي من ثم شركة صار في الحرب بين الميتا وبين إكس اللي هي التويتر سابقا، من ناحية إنه شركة ميتا استفارت من البلبلة اللي حصلت من اللي كانت عم تحصل مع إيلون ماسك وشركة تويتر، البلبلة وقلة الثقة والزعزعة اللي صارت، فقامت بإصدار تطبيق ثريدز في ذلك الحين لحتى تستفيد من جذب الجمهور نحو يعني استخدام تقنياتها. لكن كل هذا يعتبر يعني كان مضيع على الوقت، لأنه كانت شركات أخرى مثل أوبن إي آي اللي قامت بتقديم الشات جي بي تي، قامت هي يعني كانت هي تربعت على العرش في أثناء أنه كانت البلاتفورمز الثانية ما كانت لسه بادية بالذكاء الصناعي. فلذلك أوبن إي آي اليوم ما زالت تحتل رقم واحد في الذكاء الصناعي. طيب خلينا نفهم أستاذ فادي، ما الذي سيتغير في أدوات وتطبيقات شركة ميتا بعد إضافة هذه الأدوات، أدوات الذكاء الاصطناعي؟ يعني دعنا نبدأ بواتساب، كونه تقريبا هو تطبيق الدردشة الأشهر في العالم، لا يوجد أحد لا يستخدم واتساب، أليس كذلك؟ ما الذي سيتغير في واتساب؟ صحيح، الواتساب يعتبر هو أكبر تطبيقات شعبية واستخداماً للتواصل بين الأجهزة، وخصوصاً أنه هو التطبيق من يعني أحد التطبيقات اللي بتساعد التواصل بين الأجهزة المختلفة بين الأندرويد والآيفون. ولذلك دخول الذكاء الصناعي للواتساب فهو تعتبر
يعني يعتبر خطوة إيجابية وممتازة لتحسين جودة الخدمة بشكل أفضل، وبالعكس يعني جذب الناس بشكل أكبر نحو تطبيق الواتساب، اللي هو يعتبر كمان تطبيق end-to-end encrypted أو تطبيق مشفر 100%. فيعني كلها تعتبر خطوات إيجابية لشركة ميتا، ولح نشوف كيف الذكاء الصناعي رح يتم استخدامه بالواتساب. يعني رح نجرب ونشوف. تم الحديث عن أو الإشارة إلى فكرة المساعدة الشخصي في استخدام هذه التطبيقات، لعلها قد تكون نقلة نوعية في استخدام هذه الأدوات. طيب أيضا من في داخل ما تم الإعلان عنه هو تطوير إنستغرام بإدخال أدوات جديدة، تحرير الصور، إعادة التصميم، تغيير الخلفية. كيف سيؤثر ذلك برأيك على مستخدم إنستغرام؟ بالتأكيد رح يسهل تجربة المستخدم بشكل كبير. يعني تطبيق الإنستغرام كمان من التطبيقات المستخدمة بشكل كبير وشائعة جدا استخدامها حول العالم من كل فئات الأعمار، وبالتالي إدخال الذكاء الصناعي فيها لتحرير الصور رح يسهل على المستخدمين يعني عملية نشر الصور ونشر البوستات، لأنه ما رح تحتاج كتير للتعديل من قبل تطبيقات أخرى، رح يتم كل شيء داخل التطبيق نفسه، وبالتالي رح نسهل ونسرع عملية نشر البوستات، وبالتالي منشورات أكبر، وبالتالي أكثر إعلانات صحيح. أكبر، وبالتالي إيرادات أكبر. طبعا طبعا جميل. طيب أعلنت شركة ميتا أنه سيتم إدخال هذه التعديلات في الولايات المتحدة الأمريكية الآن، متى تتوقع أن يتم دخول أو إدخال هذه التعديلات على منطقتنا العربية؟ عادة في الأسابيع القادمة. يعني عادة دائما الشركات تطلق الخدمات الجديدة تطلقها بالولايات المتحدة، تليها ممكن كندا، تليها أستراليا، نيوزيلندا، وبعدين يعني بتنتشر إلى باقي الدول بشكل كامل. فأنا أتوقع ممكن خلال الأسابيع القادمة إن شاء الله رح نشوف هاي الخدمة موجودة في عالمنا العربي بإذن الله. تطبيق يعني كما ذكرت Open AI للذكاء الاصطناعي هو الآن يتربع على عرش هذا النوع من روبوتات الدردشة. هل برأيك لما تدخل متى في هذا المجال يمكنها أن تنافس Open AI؟ يمكنها أن تنافس لكن ليس في الوقت الحالي، لأنه شركة OpenAI عندها خبرة كبيرة بالصار بالذكاء الصناعي بروبوتات الدردشة بشكل على التحديد يعني بشكل خاص، وبالتالي عندها التريننج ديتا صار لها زمان، الاكسبيرينس صار لها زمان، وبالتالي ما رح تقدر تنافس بالوقت الحالي. حتى مارك زوكربيرغ قال انه روبوت الدردشه من ميتا هو ما زالت قدراته محدوده اليوم، ويعني لن ما رح يكون كافي لتقديم الخدمات المتوقعه من الروبوت، لكن اكيد خلال يعني السنوات القادمه ممكن على 2024 ممكن تكون تحسنت جوده الخدمه، وممكن يصير قادر على منافسه التطبيقات والروبوتات الدردشه الاخرى. وهي حتى الان خدمات بالمجان، لا نعلم ان كانت ستستمر بالمجان ام انها سيتم تطبيق رسوم عليها لاحقا. شكرا جزيلا لك من دبي الخبير في تكنولوجيا المعلومات صحيح. والذكاء الاصطناعي فادي ميخائيل، اشكرك. شكرا. نادرا ما نلتقي أشخاص يرفضوا استخدام الهواتف الذكية للتواصل مع زملائهم في العمل أو أفراد عائلتهم، والأمر الذي لا ينطبق على المخرج الأمريكي كريستوفر نولان صاحب فيلم أوبنهايمر. كشف للصحافة رفضه استخدام الهاتف الذكي لأنه يشتت أفكاره أثناء لحظة الإبداع في كتابة السيناريو أو عملية الإخراج، مفضلا الهاتف الأرضي. في زمن الإنترنت والتنافس بين الناس في العالم بآخر صيحات الهواتف النقالة أو نوعية الموبايلات التي يملكونها، أطل المخرج السينمائي الأمريكي كريستوفر نولان صاحب آخر تحفة سينمائية هذا العام أوبنهايمر، معلنا للعالم خلال لقاء صحفي أنه يشكل الاستثناء في المرحلة الراهنة وسط زملائه في هوليود أو العالم بعزوفه عن استخدام جهاز الكمبيوتر من دون اتصال بالإنترنت أثناء اشتغاله في كتابة سيناريوهات أفلامه. مشاعر كريستوفر نولان وخلال حديثه للصحافة عن علاقته بالتكنولوجيا سواء الإنترنت أو الموبايل بدت للبعض نوعا من الهجوم الشرس على وسائل التواصل الحديثة،
يبلغ حد رفضه التواصل مع الناس عبر البريد الإلكتروني، مفضلا الحفاظ على بصمته الخاصة كفنان في التواصل عبر الهاتف الأرضي مع الجميع. كثير من الناس يعتقد أن الهاتف المحمول أو ما يعرف بالهاتف النقال ظهر في تسعينيات القرن الماضي، غير أن الحقيقة مختلفة. بداية العمل بالهاتف النقال يعود مخترع المهندس ورجل الأعمال الأمريكي مارتن كوبر إلى العام 1973. 50 عاماً تفصلنا عن أول مكالمة بالهاتف المحمول أو المتعارف عليه الهاتف الجوال، ويعود الفضل في ذلك إلى المهندس ورجل الأعمال الأمريكي مارتن كوبر عام 1973. اختراع الهاتف النقال مر بالعديد من المراحل، خضع فيها لتطورات كبيرة إلى أن أصبح يؤدي دور كمبيوتر متكامل يوضع في الجيب. مارتن كوبر، والذي لا يزال حياً ويبلغ من العمر 94 عاماً، لا يزال غير متأثر بتصميم الهواتف المحمولة لعام 2023، على الرغم من أنه يقر بأنه لم يتوقع أبداً أن تصبح الهواتف العملاقة كمبيوترات محمولة باليد مع الكاميرات وقدرتها على الوصول إلى شبكة الإنترنت. إلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا الأسبوع. يمكنكم دوما متابعة جميع حلقات أون ستريم على موقعنا الإلكتروني الظاهر عبر رمز QR أسفل الشاشة. نراكم الأسبوع المقبل في نفس التوقيت مع أون ستريم. Thank you.